في ظاهرة جديدة هو مترو الدواعش، وإن المواطنين المصريين اللي بدأوا يتطوعوا بالقيام بدور هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبدأوا في مطاردة الفتيات داخل وخارج المواصلات العامة. ويعني عندنا كذا حالة كانت ظهرت في الفترة الماضية على لسان مريم توفيق، كما كتبت على صفحتها على الفيسبوك أنها كانت في المترو وركبت من محطة طرود الفرج متجهة إلى محطة العتبة، طلعت عربية السيدات لقت فيها رجالة قاعدين وسيدات واقفين، ولما ابتدت تتكلم معاهم ان هم مش مفروض يكونوا موجودين في هذه العربة او هذا الجزء من المترو، بدأوا بالاعتداء عليها بالشتيمة والسب، وتطور الموضوع بسبها بكلمة جرى ايه يا مسيحية يا بنت ال، وتوالت الشتائم بعد ذلك، وبتقول انها كانت شتيمة بقاء من اقذر ما يكون. بدأوا بضربهم، واشترك العديد من السيدات في الاعتداء عليها وضربها. بعد ما راحت الاسم يعني الضباط كانوا بيهددوا الضحية القبطية علشان ما تستمرش في الإجراءات، وكانوا بيضغطوا عليها علشان ما تكملش إجراءاتها وتعمل محضر صلح بدل ما تعمل محضر الاعتداء. يعني هنشغل مشاهد من داخل القسم والأفراد اللي كانوا بيضغطوا على الضحية القبطية للتنازل عن حقها. نشاهد معا هذا الفيديو. أنا بطل دخل عم مكتب يا بنتي، مش عايزه اعترض يعني، بس انا عارفه اللي هيحصل. في النهايه للاسف يعني تحت الضغوط من رجال القسم اضطرت ان هي تمضي على محضر صلح. وايضا كان هناك اعتداءات اخرى بسبب ملابس يعني ارتدتها فتاه قبطيه في مصر القديمه، وتم سحلها وضربتها حتى اغمى عليها بسبب ملابسها تعرضت لها هذه الفتاه في منطقة الملك الصالح بالقاهرة بعد حدوث مشادة بينها وبين سيدة بسبب ملابسها. عن هذه الظاهرة معنا في هذا الشأن الأستاذة ماجدة سيدهم الكاتبة الصحفية. مساء الخير يا فندم. أهلا، مساء النور يا أستاذ هاني. أهلا بحضرتك. يعني إيه رأي حضرتك في المجمل بخصوص هذه الظاهرة؟ هي الحقيقة كان الموضوع أكتر من حتى كانت حصلت الفترة اللي فاتت اعتداء على الفتيات منهم قبطيات، لكن كان في برضو قبلها حادث تعرض ليه بنات مش قبطيات لكن كانوا كاشفين شعرهم لابسين لبس عادي جدا. لو نفتكر من كام سنة كان حصل اعتداءات داخل المترو برضو بقص شعر بنت في المترو أو سيدة في المترو، كان حصل على فترات متباعدة يعني مش متباعدة قوي، لكن اعتداءات على ستات أو بنات بشعرهم الطبيعي. هي الفكرة أنا مش عايزة أخص إنها تكون قبطية بس، لكن أصبح النهاردة في اعتداء على أي بنت ممكن يكون لبسها كاجوال أو لبسها شبابي المتعارف عليه ويكون شعرها طبيعي، يعني مش لبسة مايو. لكن هي الفكرة ان اغلب المعتديات هنا هم ستات. احنا لو شفنا من في فتره اسبوع بس حصل كذا حادث اعتداء من ستات على بنات. لو نلاحظ يا استاذ هاني هنلاقي مشكله خطيره جدا. انا عندي المجتمع بتاعي هنا
توصل الستات ان هم يوصلوا لهذا العنف. الستات اللي بتمارس العنف دي، الستات دي نتيجه لقهر مجتمع، لان انا عندي المجتمع هنا اصلا وضع المراه فيه اصلا متدني، زائد التراث الديني زود هذا القهر قهر، فاصبح قهر عليها مركب، فاصبحت منبوذه، اصبحت مضغوط عليها بالاوامر سواء اجتماعيه اوامر مجتمعيه او اوامر دينيه، انها تتحط في قالب المراه المضغوط عليها وعليها انها تخضع لده. بالتالي المتنفس الوحيد بتاعها ايه؟ انها تمارس العنف على بنات تانيين مش ماشيين زيها او ما خضعوش زيها او لابسين لبس عادي، فبتمارس العنف ده. ما منهم واحده يا استاذ هاني اللي هي الحادثه الاولانيه ليها سجل جنائي. ايوه فانا عندي هنا خريجه سجون، يعني انا ايوه عندي سجل. ايا كان بقى القضيه، قيل بقى انها اداب او رشوه او مشاجره، ايا كانت مش دي الفكره، لكن السلوك بتاعي النهارده العنف ده وصل الناس انها تخبط في بعض، انها تشد في بعض، ستات في ستات. في مصيبه، وضع المراه في بلادنا اصبح وضع عيب، وضع لا يليق بستات مصر، في بلد بقيمه مصر. حولنا الست من بعد ما كانت رمز للجمال والانوثه سوري الى ذكور. كم العنف، كم الغضب، كم الشراسه، رفع الشبشب كحركه تلقائيه، فين التهذب، فين القيم، فين الاخلاق، فين السلوك الانثوي، فين التحضر، كل ده ملغي مقابل ان انا اشوف بنت افكر. وعلى فكره ممكن يكونوا بيعتمدوا على البنات دول باعتبارهم قبطيات. أيوة. يعني بيعتبروا اي ربما ان هما بيشوفوا لمجرد ان هي كاشفه شعرها او لابسه بلوزه نص كم او تيشيرت او بنطلون جيب في مخيلتهم انها هي مسيحيه. ايوه. تطلع بقى هي ونصيبها، تطلع مسيحيه، تطلع مش مسيحيه، هي ونصيبها بقى تقدم تصالح هما الاثنين في بعض فاهمين الليله، او ما تقدمش زي ما هي، وهي ونصيبها بقى في القضيه اللي هي بتروح في البلاغ اللي هي بتقدمه، والموقف اللي هي بتتعرض له، كان هيتيجي بتصالح او بتصر على موقفها. انا عندي المشكله الاخطر هنا، المشكله المجتمعيه اللي انا بمر بيها. النهارده في بعض الناس بتدعم هذه الستات باعتبار ان هم لو شافوا منكر المفروض يغيروه. طب يا سيدي الفاضل، المنكر ده ليه حصروه بشكل البنات بس، سواء كانت بشعرها او مش بشعرها او بلبسه لبس شبابي؟ ليه هذا المنكر ما بيطبقش على القمامة في الشوارع وانحرافات المرور والسرقة وسرقة سرقة الموازين والتسول وكل القبح اللي في الشوارع؟ هو ده مش منكر؟ ولا هو المنكر بس خاص بالبنات اللي انا بفترض مجازا ان هم مسيحيات؟ هو ده مش منكر؟ هو ده مش المفروض انه يتغير؟ في هجمة كمان النهارده انا بقى اعاني منها. مجمل الحركات او مجمل الشغل التنوير اللي بيتم في مصر، سواء في دراما، سواء في مقالات، سواء في حاجه مكثفه بتتم، عملت نوع من الغضب، خلت الشارع في حاله رفض لهذا اللي بيتكشف، لهذا القناع اللي بيسقط قدامهم، للقناع الخفي ده. لكن في نفس الوقت انا بشوف ان حركات التنوير اللي هي المفروض انها تصلح من مفهوم وثقافه الشعب هي حركات وسطيه، مش يعني مش حركات قويه مباشره، لكن كله ماسك العصايه من النص، لسبب لان هو خايف انه يقول الصح صح والخطا خطا، والا هيقع تحت طائله الازراء، ودي طائله لا ترحم. ارجع تاني واشوف ده مردوده ايه على الشعب وعلى السلوك. مردوده مخيف جدا، ان انت النهارده بتعمل تنوير لمين؟ بتعمل تثقيف لمين؟ بتعمله لمين؟ انت عندك القاعده الغالبه من الشعب مدمره فكريا تماما. ايوه. خلاص ما تشبعوه ما اتزرع فيهم من عنف وكراهيه وبغضه واحتقار للاخر واعتداءات على كل حريه اي من يختلف معاهم في فكر او في ثقافه او في معتقد، اصبح راسخ. ده صعب تغييره جدا، صعب جدا. وادينا بنشوف العنف اللي وصل ليه المجتمع بينعكس قد ايه
على بعضه، احنا بقينا في عنف مني ليك ومن الاخر عليا، وكلنا في حاله عنف وحاله غليان. حاله الفوضى دي افقدت الناس هيبتها للقانون. لما تحصل ثلاث اعتداءات او اربع اعتداءات في خلال فتره وجيزه، هل انا في الحاله الاولانيه ما سمعتش ان الست الاولانيه اتقبض عليها؟ ده بعدها بيومين حصل اعتداء ثاني، وبعدها بيومين حصل اعتداء ثالث. لازلنا تحترم حد. ايوه، لان اول حاله اتصالحت، قدمت تصالح لسبب. انا بقى اتصور في اجبرت على التصالح. ايوه طبعا. ايوه اجبرت على التصالح طبعا. وحاجه ثانيه، الثلاث بنات الاولانيين مش مسيحيات، فممكن يكون المكحل بتاعهم له مردود ومرجعيه دينيه، فيبقى نتصالح ومننا في بعض. تمام، قدموا التصالح تحت اي ظرف، تحت اي ضغوط، لكن البنات التانيين ما قدموش التصالح. الامر هيوصل لفين انا مش عارفه. كم الاشاده بالستات اللي مارست العنف ده شيء مرعب يا استاذ هاني. انت مش بتتكلم في ثلاث اربع ستات، انت بتتكلم في عقل جمعي بيشجع هذا العنف، ودي كارثه. انت بتتكلم في ناس مبسوطه بان في سيدات بتمارس العنف على مكشوفات الشعر، ده شيء في منتهى الخطوره، مش بتكلم على افراد. ايوه ده حقيقي، خصوصا اننا لما بنشوف التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، يعني طبعاً شيء مخيف. جيش من المؤيدين في مباركه، في مباركه طبعا، وطالع دلوقتي من راى منكم منكرا. طب يا ساده يا اللي بتشيدوا بهذا العنف، هو المنكر، بكررها تاني، هو المنكر خاص بالستات بس؟ خاص بالبنات اللي طالعين بشهرهم بس؟ ما تشوف القبح اللي حواليك، شوف الكراهيه اللي انت بتمارسها، شوف عدم الامان اللي في الشوارع واللي بيتعرض له البنات بعدم الامان وعدم السلامه في الشوارع. هو ده مش قبح؟ هو ده مش ارهاب؟ هو ده مش تطرف؟ هو عدم احترام القانون، عدم احترام الشارع، عدم احترام حريه الاخر، هو ده مش تطرف؟ هو ده مش ارهاب؟ ايوه. وفي نفس تماما. الوقت وفي نفس الوقت غياب الدور الامني، الدور الامني هنا غير لا يحترم الشارع للاسف الشديد. انا قبضت على حاله واثنين وثلاثه، ومع ذلك بتتكرر، لان الناس عارفه ان الموضوع هينتهي بالتصالح بدون محاسبه، وعارفين ان احنا كلنا فاهمين بعض، ان من نفس المرجعيه الواحده، بالتالي هكرر الحوادث، هيتعمل لي قضيه وهنتصالح، وغيري هتعمل، وبعد وفي غير اللي هيعمل، وبالتالي مهما الامن لم كل مظاهر العنف هتتكرر، ومش هتنتهي لان ما هياش حاسمه. زائد ان الشارع لا يحترم، مفيش هيبه ومفيش احترام، بدليل تكرارها ورا بعض، ده شيء مخيف. انا عندي حاجه كمان في منتهى الخطوره، الكارثه الكبيره يا استاذ هاني، الشارع المصري النهارده اللي هو بيدافع عن العنف ده، هو نفس الشارع اللي سخر من اكشاك الفتوى، اللي سخر من قوافل التوعيه على المقاهي والبلاجات وما اهتمش بيها، وكان عمرها الافتراضي قصير، هوب بسرعه اسبوعين ثلاثه وانتهت. هو نفس الشارع اللي بيمارس العنف. قمه التمزق النفسي اللي بيعانيه الشعب المصري ده انا بتصور ان دي حاله من الغضب، حاله من الاحتجاج. الناس محتجه على كل شيء، على مفاهيمها، على افكارها، على اللخبطه اللي بتحصل، على كشف العوار في التراث، على على الحركه التنويريه اللي بتتم، رغم ان انا بتصور زي ما قلت لحضرتك انها حركه تنويريه وسطيه ماسكه العصايه من النص. الحركه التنويريه او المقالات التنويريه اللي بتتقال والصدمات اللي بتحصل للشارع النهارده، الشارع مش مستوعبها، لان سوري كم التغليب عالي، مساحه الجهل عريضه، الفقر كتير، القهر واسع، القاعده العريضه من الشعب اللي هو العوام الشديد تحت خط الانسانيه. فانت ما تيجي النهارده بتهز ثوابته، لا ده هيولع لك في الدنيا. أي. مش هيضرب لك البنات بس، لا ده هيعتدي عليهم بكل ما اوتي ليه من قوه. ايوه، هل نعتبر ان الموجه اللي ازدادت في الفتره الاخيره بسبب يعني التشدد الديني المؤقت بسبب رمضان؟ أيوة. وطقوس رمضان؟ لا لا لا، ما اظنش هو بسبب. شوف، في ناس كتير فتره على فكره،
يعني بندخل بعض الكافيهات، في بعض الافاضل من الساده المسلمين الشباب بيبقى منهم فطير، وما في يعني في بعض الاماكن بتتقبل وبيبقى الامور بسيطه، وفي بعض الاماكن بيحصل فيها عدد زي ما شفنا في محلات الكشري الشهيره. لكن العنف ده ما اعتقدش ان هو مرتبط بشهر رمضان بس، طبعا شهر رمضان بيحصل فيه بعض التجاوزات خصوصا في المرور الخناقات وبتطلع الاسلحه وبيبقى فيه ضرب وصدمات سيارات وفي حاله بيزيد شويه، لكن بيعتبر حجه يعني لو مش في رمضان برضه هتعتدي عليه. هي خدتها حجه، احنا في رمضان، طب وانت لو انت في رمضان بتحتفظي برمضان وحرمه رمضان عندك وكوني قدوه في سلوكك. ايوه. ايه السلوك اللي انت صدرتيه علشان انا اعمل زيك؟ قلتي ادبك، قلعتي الشبشب، وده سلوك غير حضاري وسلوك لا يليق بواحده ست ابدا، ده شغل بلطجه. ايه ده؟ ايه ده؟ انت خايفه على حرمه رمضان؟ وريها لي في سلوكك. ايوه ده حقيقي. ده اللي مطلوب. خليني اشوف السلوك اللي اقول الله ده حاجه جميله وحاجه رائعه، خليني يا ستي اشيد بيكي، مش انتقدك وترسخي جوايا فكره انك شخص ارهابي وتحتمه في غلاف ديني وتلاقي اللي يؤيدك سواء في محاضر سواء على منابر سواء في تعليم. في مرجعيه واحده للاسف الشديد بيخرج منها السلوك واضح مهما كانت الثقافات مختلفة، لكن المرجعية واحدة للأسف الشديد. فحل الحل من وجهة نظري فرض هيبة القانون. أيوه. يجب أن يتم ردعهم. أيوه. ردع قانوني لا رجعة فيه. لا ردعة فيه، والا هنفضل في هذه البهزله وهذه المهاترات يوم بعد يوم ومش هتنتهي. وبعدين ما احطش الغلاف الديني في شيء مقدس ما اقربش منه، لا اصلها رأس منكر. لا اصل هي مش عارفه، لا الكلام الفاضي دوت معلش ما تحت القانون لا كلنا نتساوى وما فيش حد احسن من حد ولا صوت يعلو فوق القانون. الدين لله في مكانه. خلاص انا مش ماشي اعمل مواعظ في المترو ولا في الشارع ولا في الصيدليه، انا مش ماشي اعمل مواعظ، مواعظتي في سلوكي. اذا ما كانش السلوك هيبقى هو الموعظه فمعلش لم كل المواعظ دي بقى وشوف ولا سكه ثانيه. دي المعامله، انا عايز اشوف معامله. اذا كانت هي دي المعامله وبتصدر لي هذه المعامله من خلال الدين يبقى المؤاخذه فيه اشكاليه خطيره. ما لا الوم بقى الاجرام ولا الوم التجرمه ولا الوم العنف ولا الوم اي تجاوزات اخلاقيه. شارع مصر للاسف الشديد. أيوة. عايزين نشوف السلوكيات اللي تليق بمكانه مصر وبهيبه القانون وبستات مصر، مش عايزين نشوف ستات ذكور. عيب احنا ستات منظرنا ايه؟ بقينا شويه ذكور مهلهلين قبح في الشوارع. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه حاله الفوضى اللي بقى وصلنا لها دي؟ فرض سياده القانون جبرا بلا استثناءات. المجرم يعاقب، عودة الأمن للشارع المصري والبنت المصرية والست المصرية في الشارع تماما، لا من ست ولا من راجل. من حقها تلبس اللي عايز تلبسه. احنا مش ماشيين بالمايوهات يا أستاذ هاني في الشوارع، ولا ماشيين إن احنا عراية في الشوارع، البنت المصرية عارفة حدودها كويس قوي. وعارفة بتلبس إيه وما تلبسش إيه. أيوه. وكل واحد حر. أيوه ده حقيقي. لكن الفوضى دي، الفوضى اللي احنا فيها دي لازم لها حسم قانوني فورا. ايوه ده حقيقي، ده حقيقي. متشكر جدا لحضرتك الاستاذه ماجده سيدهم الكاتبه الصحفيه. طبعا هذه الظاهره يعني وارد ان هي تزداد في الفتره الاخيره من يعني نتيجه لاهمال المواطن المصري تعليمه وافكاره وثقافته اللي للاسف سيطرت عليها الافكار السلفيه والتطرف الفكري الديني، وفي نفس الوقت هناك غياب وتقاعس أمني. لما في أول حالة حصل هذا الاعتداء والأمن يجبر الضحية إن هي تمضي على محضر صلح، يبقى الموضوع أكيد هيتكرر، لأن ده بيشجع الجناة إن هم يستمروا في هذه الاعتداءات. بالضبط زي الطالبة اللي كانت في الجامعة وبتاخد امتحان وتم الاعتداء عليها لمجرد ان هي لابسه فستان عادي وليست محجبه
وفي النهاية تم الضغط عليها من الجامعة، أعتقد كانت جامعة طنطا، تم الضغط عليها للصلح أو للتصالح. هو نفس الموضوع، وده بيؤدي إلى تكرار هذه الظاهرة. كان في الأول المجتمع المصري، بل المجتمع في الشرق الأوسط كله، المجتمع العربي خصوصا، وفي الدول دول العالم الثالث، المجتمع بيراقب بعضه أو بيراقب سلوكيات أفراده. تطور الموضوع الآن إنه ما بقاش فقط بيراقب تصرفات وسلوكيات أفراده، بقى كمان بيطوعه على طريقة المطوع في السعودية أو اللي كان موجود في السعودية، وبقى كمان بيحاول يجبره يلبس إيه وما يلبسش إيه، ويتصرف إزاي ويعمل إيه وما يعملش إيه، في غياب تام لدور الجهاز الأمني وغياب تام لدور القانون. أعتقد إنه جه الوقت لتغليظ العقوبة في هذا الشأن، وفي نفس الوقت يجب أن يكون دور الأمن فعال في تنفيذ القانون. لكن للأسف عايزين يمشوها ودي، زي ما بتحصل كتير في العديد من الاعتداءات، لكن يعني هي ظاهرة ازدادت، مفروض الدولة تهتم بها كما اهتمت بظاهرة التحرش وغلظت العقوبة، ودلوقتي بقت حوادث الاعتداء والتحرش أقل عما قبل. مفروض يكون في تغليظ للعقوبة في مثل هذه الحالات، وأيضا يجب أن يكون هناك التزام من مؤسسات الأمن على تطبيق القانون.